بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة ولقاء بيجمعني بحضراتكم في برنامجكم مع الناس، برنامج بنتابع من خلاله آراء الناس ومقترحاتهم ومشكلاتهم، إزاي كمان نقدر نتغلب على أي مشكلة بتواجهكم، وأكيد إن شاء الله بالتعاون مع الجهات المعنية هنجد حلول لهذه المشكلات. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا عن حرص الدولة على الاعتماد على العقول المصرية وكيفية الاستفادة منها في توطين صناعة المستلزمات الطبية. تابعونا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس. ثانية نرجع لكم ونبدأ مع بعض أولى فقرات حلقتنا النهاردة وهي أخبار الناس. الخبر اللي معانا بيتكلم عن 26 مليون عبوة دواء والمستهدف 60 مليون. أعلنت مدينة الدواء المصرية إنتاج 26 مليون عبوة دواء خلال الفترة من 2021-2023، ومن المستهدف أن تصل إلى 60 مليون عبوة بالإضافة إلى 95 مستحضرا دوائيا جديدا في نهاية عام 2024، وذلك بالتعاون مع 7 شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية. الخبر الثاني اللي معانا، 177 ألف مواطن تلقوا خدمات طبية بالمجان. تفاصيل الخبر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ل 177,463 مواطنا من خلال 167 قافلة طبية تم تنفيذها خلال شهر مايو الماضي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية. نخرج لفاصل نرجع منه على مشروعات الناس، ابقوا معنا. أهلا لكم من جديد مع مشروعات الناس. تشوف في الفترة الأخيرة العديد والعديد من المشروعات اللي بتطبق على أرض الواقع، نتابع أحد هذه المشروعات، خليكم معنا. مهم جدا ان احنا نوعي المواطن بالممارسات اللي ممكن تتسبب في زيادة الاستهلاك. نتابع مع بعض فكر كيفية ترشيد الاستهلاك في الفترة الحالية، نتابع. أهلا لكم تاني بعد الفاصل، بجدد التحية بحضراتكم ونبدأ مع بعض فقرتنا الحوارية حول توطين فكرة الصناعات الطبية والحديث عن توطين صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية. للحديث عن هذا الأمر مشرفني الأستاذ الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة سابقا. أهلا بك دكتور. أهلا بسيادتك فندم. شكرا أكيد لتلبية حضرتك الدعوة. شكرا بك فندم. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بداية، كان في مؤتمر عن هذا الأمر، توطين الصناعات الطبية والاستفادة منها، نتكلم بداية نعرف السادة المشاهدين عن هذا المؤتمر. حقيقة الفكرة جات لنا من أو جات لي يعني من خلال كنت أنا وأنا يعني مقدم مشروع العمادة بتاعي. نعم. كان نفسي أن يكون طب الأسنان بكل تخصصاته في متناول الجميع. ومش بس يعني على مستوى طب حشو وخلع والحاجات الأفوردبل أو الحاجات اللي ممكن المريض يتحملها بسهولة. كان بيصعب عليا جدا لما يكون الحل هو مثلا زراعة الأسنان وبص لقى المريض مش قادر إن هو ويضطر يروح لحل أقل شوية. فقلنا طب ما نعمل، إحنا عندنا النهى وعندنا الطريقة وعندنا الأبحاث وعندنا الكيفية، فليه ما نعملش صناعة مصرية ومحلية. وبعدين لما رجعت الدنيا لقيت ان الدولة كمان بتكلف في ذاك الوقت يعني من تقريبا من سنة ونص كده، لقيت ان الدولة بتكلف استيراد زرعات بس 34 مليون دولار. تشوف بقى تمن الدولار دلوقتي كام. فلقينا ان الموضوع الملح بالنسبة لنا مش بس كمان الخدمة المجتمعية او خدمة المرضى، ده الخدمة القومية كمان، يعني خدمة البلد، انك انت تقدر تعمل حاجة تقلل الفاتورة الاستيرادية. فمن هنا قلنا يلا نعمل زرعة مصرية. تمام. وبدأت اجمع وعملت لجنة كده مصغرة من الاساتذة المتخصصين في الحاجات المختلفة منهم زراعة الاسنان، وحطينا برنامج كده ان احنا نبتدي نعمل زرعة اسنان، ونجحنا في هذا وعملنا اول زرعة اسنان. يعني انا اختصرت طريق طويل في الكلام. وبعدين زرعة الأسنان دي بالذات يعني ممكن القانون بيقول إن لو 40% من المكون مصري فهي تعتبر صناعة محلية. الزرعة بالذات مكونها كان معدي 75%. هايل. فبدأنا بقى ندخل كفكر جامعة القاهرة بإيه؟ بزرعة أسنان وبكرسي أسنان. ومن هنا قلنا طيب الله، طب ما تيجي نعمم القصة دي. فطرحت على السادة المسؤولين فكرة ان احنا نكون اول كلية
في أول جامعة أصلا تعمل مؤتمر لتوطين الصناعة، وندعو فيه كل الكليات، تمام، طب الأسنان. وكان كان هدف النسخة الأولى إن هو يكون لطب الأسنان بس، وكان هدف إن احنا نطلع توصيات إن يكون في نسخ أخرى دورية تكون شاملة وأعم يعني. فقلنا إن احنا نستضيف كليات طب الأسنان، نجمع من الجامعات المختلفة، من جامعات مصر المختلفة، نعم كله خاصة وعامة، فهمت، وكل البراءات الاختراع. فتحنا باب التقديم اللي هو اللي عنده براءة اختراع عايز يعرضها يقدمها. والأبحاث الابتكارية، يعني الأبحاث اللي ينفع ان هي نقدر نعمل منها منتج صناعي، نعم، يبقى في تطوير للمنتج الأصلي عن طريق الابتكار. وعملنا المؤتمر في فرع الكلية في الشيخ زايد، وكان أول مؤتمر، وحصل على الحقيقة تغطية إعلامية واهتمام من جانب الدولة الحقيقة كبير جدا. وكان أول، ده كان في أكتوبر، أول مؤتمر يتعمل على مستوى الجامعات المصرية يدعو إلى نقل الفكرة إلى منتج، إلى التطبيق، منتج نستفيد بيه كدولة. وكان الباحث بيطلع يعرض داتا شو فكرته ايه باختصار شديد جدا، نعم. وكان بيبقى فيه، ده كان الجزء الاول. الجزء الثاني، طيب قبل ما نستكمل الجزء الثاني اسمح لي احنا عندنا فصل، تفضل نروح للفصل ونرجع نستكمل حوارنا. فصل سريع ونرجع مرة تانية، تفضلوا بالبقاء معنا. مرة تانية مستمرين مع حوارنا الشيق مع الأستاذ الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان السابق. دكتور، يعني كنا عايزين نعرف بقى، يعني الملتقى ده أصبح طبعا ملتقى علمي صناعي تجاري، هل هيبقى فيه ملتقيات أخرى؟ هل هيبقى فيه مبادرات تانية تعمل على توطين فعلا صناعة الدواء؟ أو احنا نأمل ذلك. وكان يعني من ضمن التوصيات اللي عملناها في احنا عملنا كتير توصيات كتير، لأن المؤتمر قعد يوم كامل زي ما بقول عليك. الجزء الثاني كان مناقشة الحاجات اللي ممكن تتعمل، والجزء الثالث كان الإعلان عن تبني بعض الشركات وبعض المصانع للأفكار، تمام. فالمهم طلعنا بقى بشوية توصيات الحقيقة جميلة جدا، من ضمنها دورية المؤتمر، من ضمنها انه يكون النسخة التانية اشمل واعم، ما تبقاش بس طب اسنان. ودي الحقيقة انا كنت سافرت مع الكلية في بعثة تبع الشراء الموحد، تمام، علشان نشوف الزراعات اللي موجودة في سويسرا، علشان يعني كان عندنا نقص في السوق فعشان نستورد. انا كنت متألم جدا ان احنا بنجيب حاجات من بره، بس اهو يعني كان واجب ان احنا نروح نشوف الدنيا فيها ايه كويس. فاحد الحاجات اللي عملوها معانا الشركه هناك او الشركات انهم خدونا للمصانع، فدخلنا كنا كام عميد وكم حد مسؤول في وزاره الصحه كبير، يعني كبرنا على ان احنا نبقى نخش نشوف كده، بس الواحد ده عم بيفضل يتعلم. لا العلم طبعا يعني. طبعا. فدخلنا سيادتك غرفه غرفه في المصنع، اللي خلاني دي من ضمن الحاجات برضو اللي خلتني اتمسك قوي بحكايه ان احنا نصنع زرعنا. صحيح. ان مصنع اكبر وافخم الزراعات في سويسرا عباره عن شقه. ياه. والله العظيم شقه، اوضه وصاله. دخلنا كده فندم، اوض مخصصه، هو شقه كبيره يعني، اوضه للتعقيم، اوضه للخرط، اوضه للكواليتي كنترول، اوضه هوبا اخر اوضه بيطلع لك زرع، شقه اجهزه محطوطين وتشوفهم من الازاز من بره وتشوف العمليه ماشيه. بس تكلفتها ايه بقى؟ اوضه وصاله ولا حاجه، هي تكلفه الاجهزه. هم هناك نظامهم ان موديل احنا برضو بندعو اليه هنا، نعم، ان الشركات هناك بترعى الابحاث العلميه، فهم مش واحد يعني تاجر قاعد عمل مصنع، لا طبعا، لا دي مؤسسه طبعا. فمن ضمن التوصيات اللي احنا عملناها برضو هنا ان احنا يكون تطبيق، ده موجود عندنا في القانون بس ما بنطبقوش، ان الشركات الراعيه للصناعه والابتكار داخل الجامعات تكون عامله توامه مع الجامعه بحيث انها ترعى الصناعه وتمولها وتسوقها. اكيد. وحاجة مهمة برضو اللي هي إزالة المعوقات التي تحول دون انتهاء المشروعات البحثية في المواعيد المقررة، يعني بنتعطل. وحاجة تانية كمان ان يكون توجيه الجامعة
أو من خلال توجيه الدولة. وده طبعا مفترض أنه كائن لكن طبعا هو ما بيحصلش قوي. فإحنا عايزين تشديد في الإدارة الجامعية بالذات في الأبحاث، أن نبحث في الإنتاج للدولة. يعني الدولة اليومين دول عندها نقص في كذا، عايزين كل أبحاثنا المتجهة للابتكار تشتغل في الحتة دي. ما يجيش واحد ياخد بحث مستهلك ويعيده تاني في البحث العلمي. يعني بالظبط اخد حاجة جديدة واطورها واجيب رعاية من الشركات واجيب رعاية من المصانع واجيب رعاية من شركة تسويق. كله ده في القانون. يعني انا اخد البحث صحيح، اربطه بالتسويق، اربطه بالصناعة، اربطه بالجامعة، اربطه باحتياجات البلد، يطلع عندي مخرج في الاخر ابتكار. ده علشان مصر توضع في يعني على الخريطة الدولية لصناعة مستلزمات طب الأسنان. امتى نوصل للمرحلة دي من وجهة نظرك بعد بص هو احنا مشكلتنا في الثقافة العامة الاستدامة، وده يمكن ساترايز دايما بيؤكد عليه في كل، لو تلاحظ حتى في كل كلمة استدامة كل حاجة الحكومة استدامة. الاستدامة دي مش كلمة للاستهلاك المحلي، الاستدامة تعني الاستمرارية. صحيح. يعني انا ممكن ان انا النهاردة ابقى هايل وعندي اكتفاء ذاتي في الموارد وكل حاجة، بس ممكن بكرة ما يبقاش عندي لان انا ما كانش عندي سياسه رشيده احافظ بيها على الموارد اللي عندي. فسياسه الاستدامه معناها ان انا احافظ على اللي عندي ليا والاجيال اللي جايه. هنعمل في الاخر منظومه من الاكتفاء الذاتي، بل بالعكس انا من ضمن الاهداف الطويله المدى اللي في التوصيات دي ان انا عايز ابقى مصدر. انا مش بس طبعاً عايز اوفر لمصر كمان فلوس. انا عايز ابقى مصدر خصوصا في الاسواق الافريقيه والاسواق الشرق اوسطية. اكيد في اسواق تانية متعطشة الحاجات من دي. نستكمل حوارنا بعد الفصل. فصل ونرجع مرة تانية، تفضلوا بالبقاء معنا. دكتور هشام، يعني طب ازاي ممكن يسهم ده في تقليل حجم الواردات، وان احنا فعلا زي ما حضرتك اتكلمت كده ان احنا نبدأ نصدر من خلال الاكتفاء الذاتي من مستلزمات الطبية؟ هو طبعا الآليات اللي أنا ذكرناها دي لو تم إن هي تتعمل، أولا السرعة في الاستجابة، إن احنا نشغل كل الدنيا مع بعض. يعني أنا من ضمن التوصيات مثلا في طب الأسنان حاجة غريبة جدا، طالب عمل ورش هندسية صغيرة ملحقة بالكلية بالتنسيق مع كلية الهندسة عشان الطالب يشوف انتاج الكليه الاولي، يبدا انتاج اولي يتم تقييمه وبعدين نعمل انتاج اكبر وبعدين يبقى احنا بنتكلم في كواليتي كنترول او الجوده. الاليات بتاع السوق لازم تحترم لان دي برضو هدف تجاري طبعا. التسويق لازم يكون في تسويق على مستوى الدوله مش مستوى شركات. يعني لازم يكون هيئه مع المجلس العلمي الصناعي اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، تاخد اللي بيطلعه المجلس العلمي الصناعي وتسوقه اقليميا ودوليا ومحليا. ده ممكن يوفر فرص عمل للشباب وخاصه كمان خريجين كليات طب الاسنان. مش بس فرص عمل، انت النهارده لما بتفتح حضرتك مصانع محليه تشتغل في الحاجات دي وتكتر فيها وتعمل شبكه طبعا هتزود فرص العمل، بل بالعكس انت في ميزه تانية يمكن مش واخدين بالنا منها، انها تنمي الفكر والابتكار. يعني انا لما الاقي ان انا لما اعمل بحث والبحث ده يجد اذان صاغيه وهيتصنع وهاخد منه جزء مادي قصاد براءه الاختراع، ده هيشجع الشباب على انه بقى صحيح. يعني مش مجرد ان انا اعمل بيبر عشان اترقى. بالظبط. من ضمن الحاجات اللي احنا مقدمينها في التوصيات فضل دي للجامعه ان تدي وزن اعلى في التقدير للترقيات للابحاث الابتكاريه. يعني لما يكون بحث بيطلع منتج ده ليه وزن تاني خالص، نسبي خالص. ليه؟ علشان يترقى، عشان يبقى فيه نوع من انواع المكافآت. ضمن الحاجات مثلا براءات الاختراع بتكلف، فاحنا الدوله تدعمها شويه علشان يبقى فيه تشجيع على ان الناس تعمل براءات اختراع وتقدمها. لان انا ممكن اعمل اختراع واقول لك يا عم هعمل ايه اروح اعمل براءه اختراع، طب ماشي. في واحد يقول لك يا عم لا خلاص انا ترقيت وخلاص. يعني مش عايزين السلبيه دي طبعا. فدي كلها اليات تخلي المنتج يكون قوي محليا، ده أول هدف. تاني هدف أنه يسوق ويتم استغلاله في لجذب الاستثمارات. بالظبط كده. ده مش بس كده، في حاجة غير مباشرة أنت ممكن أنت بقى حضرتك بقى اللي تجذب الاستثمار الخارجي في الصناعة دي. تمام.
فيجي يعمل لك مصنع ويشغل ايدي عامله والشباب ويروحوا المصانع في الصيف ويشوفوا الكلام ده. فبندعو كمان بصفتي كمان اكاديمي مش بس كنت اداري يعني، ان يكون في حصص عمليه زي ما انا عندي حصه عمليه حشو كده حصص عمليه في المصنع. سريعا روشتة ارشاديه بقى للوصول لمبتغاكم من هذا المؤتمر. روشتة ارشاديه الحقيقه انا عايز الـ 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 ان اي حد يعني زي طبيب الاسنان مثلا او اي فرد يعني يكون يعني تفضيله لوطنه على ذاته. يا سلام. دي اول حاجه. من هنا يبدا الكلام. صحيح. انا لو انا عندي الفكر ده كل ده هيحصل، هننجح كلنا. لكن لو انا يلا نفسي هنيجي بص كل حاجه فيها معوقات. نعم اكيد 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 يعني. احنا متفقين على ده. مش اول اوبستكل او اول معوق اروح ماشي. اكزاكتلي بالظبط. لكن بالزبط. انا لو عندي الفكر السامي ده اللي كل يعني يعني القيادة السياسية بتغرس ده فيك، بتنادي بيه، الحكومة بتغرس ده فيك، الثقافة العامة بتاع الدولة بتغرس ده فيك، والحقيقة كل البلدان من المفترض ان هو ده يكون شعور المواطنين فيه. بالظبط. فيعني الله ربنا يسهل لنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. شرفت باللقاء بحضرتك دكتور هشام، وشكرا مره ثانيه لتلبيه حضرتك الدعوه النهارده. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، بنامل حلقتنا تكون نالت اعجابكم. دايما على وعد بلقاءات متجدده من برنامجكم مع الناس. تحيات اسره البرنامج وتحياتي احمد مدوره. الى اللقاء.